الموجودة كلها تقريبا ملك لرجال أعمال من اللي هم بتوع النظام السابق، يعني من أصحاب المصالح مع كلها من أصحاب المصالح مع النظام السابق. ووصلتني معلومة لا شك أنها وصلت حضرتك، مش مهم تنكرها أو تثبتها عشان ما يبقاش في حرج، أنه تم الاتفاق فعلا بين جهات أمنية وبين بعض المحطات التلفزيونية والبرامج لتهيئة الجو لهذا الكلام اللي يحصل بالاسم، على فكرة يعني بالاسم، يعني فلان الفلاني والبرنامج الفلاني وكذا. لا شيخ حازم، بس مش عايز زي ما كان بيحصل زمان اتنين من اليسار يختلفوا، انت مباحث، انت امن دولة، يعني خلينا بس يعني انا اعرف ان يعني هنا انا قدام قضية، يعني انا اخشى كمان يكون تقصد كمان من كلامك اتهامنا نحن. لا يعني مش انت حضرتك، يعني ما عنديش معلومات عنكم خالص، يعني ما عنديش معلومات، وانت تعلم اننا لسنا من دعاة النظام السابق وكنا ضده، يعني ونتصدى أنا ليس عندي معلومة بهذا الشأن عن البرنامج ده ولا عن حضرتك، عشان بس يبقى واضح ان الكلام مش مقصود بيه انت خالص. انما لا شك ان في ثلاث حاجات، اولا زي فعلا محطات تلفزيونية فعلا تابعة مملوكة لرجال اعمال من نظام من رموز الاصيلة، وهذه بدأت تمارس مسألة تهيئة الاجواء للاعدام المعنوي لشخص بناء على معلومات كلها غلط.